في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام. في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى. السلام عليكم. كان يقول إن لي نفس تواقة أصبح حاكما خليفة للمسلمين بعد أن كان أميرا. يضرب به مثل الزهدي ويضرب به مثل العلم والحكمة، وكان حريصا على أن يطبق منهج الله عز وجل بحذافيره. امتلأت الكتب بسيرته، إنه التابعي الجليل خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. مواقفه وسيرته العطرة في الحوار الآتي. نقف اليوم وقفات طيبة وسيرة ممتعة مع ثامن الخلفاء الأمويين وخامس الخلفاء الراشدين، كما لقب، إنه التابعي الجليل الخليفة الصالح العادل الذي نامت الذئاب مع الغنم من عدله، إنه سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذا الإمام التابعي الجليل عمر ابن عبد العزيز، أبوه عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وأمه من كبار النساء الصالحات، أمه تكنى بأم عاصم واسمها ليلى. أم عاصم ليلى بنت من؟ بنت ابن سيدنا عمر، ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كنيته أبو حفص رحمه الله تعالى. ولد سنة 61 للهجرة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الراشد الذي نامت الذئاب مع الغنم من عدله، والمقام لا يتسع سوى دقائق أن نتكلم عن هذا الإمام، فنقول من زوجته؟ زوجته هي بنت عمه فاطمة بنت عبد الملك، وله ثلاث زوجات. الزوجة الثانية لميس بنت علي ابن الحارث، والزوجة الثالثة أم شعيب ابن عبد الملك ابن عمار، وله من الأولاد 11 ولدا، فله من الأولاد بكر وموسى وأيوب وعبد الله ومحمد وقيس وما إلى ذلك من الأولاد، وعنده ثلاث بنات. البنت الأولى ترجم لها الإمام الذهبي ووصفها قال عاقلة العقلاء، فيا لها من بنت عظيمة من هذا التابعي الجليل، أم عمار وأم عبد الله وأمينة رحم الله ذلك التابعي. حقيقة مشايخنا الكرام، الوقوف مع شخصية مثل سيدنا عمر يعني لا ما يمكن أن تختصر بجلسات ولا بكتب، وقد ترجم له حقيقة يذكر أرقام في ترجمة هذا التابعي الجليل العظيم. سيدنا عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز رحمه الله، ضع ما شئت عليه من نياشين الفخر والكرم، يكفيه أنه جمع بين العلم وغزارته والتقوى والزهد، وضم إلى ذلك، وهذه تندر
سياسة الناس وملك الناس، فكان أمر المسلمين في كل الأرض يؤول إليه. ولكن ترى في كل هذه الميادين رحمه الله تعالى يتعامل بخشية، بنفس عالية جدا. وصفه الإمام مالك قال: ما رأيت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. مجاهد يقول: كنا نأتي يعني لنعلم عمر فنجلس نتعلم منه رضي الله تعالى عنه. أخذ عنه الفقهاء واحتجوا بفعله وقوله، وهذه أيضا تندر. نقول هذا كله مع سياسة الناس وملك الناس. نشأ في المدينة النبوية، لما أراد أبوه الانتقال به إلى مصر، عبد الله بن عمر من جهة أعمامه أشار إلى أمه أن تبقيه في المدينة، اللهم صل على الحبيب، فأخذ من الصحابة وتعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحد أشياخه سهل بن سعد الساعدي من الصحابة الكرام استوهب منه عمر، تصور يعني وهو ابن الملوك، استوهب من شيخه سهل الصحابي سهل قدحا كان قد شرب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحكى عن زهده، عن ورعه، عن علمه، عن تقواه، كل ذلك بالتواضع، بتواضعه. أبرز صفة حقيقة حين تقف مع هذا الرجل تجد أن القاسم في حياته وخوفه من الله تعالى، وهذا شعور حقيقي راقي، شعور يعني يقربه إلى الله. يزوره سلمة بن دينار أبو حازم فيتعجب من خليفة هزيل الجسد، ثياب بسيطة، وجهه شاحب اللون. قال: يا إمام، رفقا بك، أنت الناس في رقبتك، سياستهم، أمور الناس معك، ارفق بنفسك. يقال سيدنا عمر أجاب جواب فيه حكمة وفيه موعظة، قال: يا أبا حازم، كيف لو رأيتني بعد 3 وأنا في قبري، قد ارتاع الدود وقد استوحشت. فرحمه الله تعالى من إمام تابعين وملك عظيم، ورحم الله الصالحين. التابعي الجليل سيدنا عمر بن عبد العزيز ثامن الخلفاء، ذلكم الرجل صاحب العقلية الجبارة الذي كان يقول: انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. هذا الإمام كان يحمل هم حتى الطير أنه يجوع، ناهيك أنه كان يحمل هم الأمة بأسرها، كان يعيش واقع الأمة وأزمات الأمة. سيدنا عمر ابن عبد العزيز الذي كان يقول: لا يصحبنا إلا من يدلنا على العدل، ولا يصحبنا إلا من يدلنا على من لا نقدر أن نوصل إليه حاجته، كان يحمل هم الناس. كان سيدنا عمر ابن عبد العزيز يتمثل أجل طاعة وهي طاعة الوقت، كان يغتنم هذه الطاعة، وكان يحمل هم المسلمين وهموم المسلمين وأزمات المسلمين. كان لا ينام إلا أن يسأل عن الفقراء والمساكين، كان يقول: دلوني على الفقراء، دلوني على المساكين. كان يقوم الليل. من مواقفه عندما مات أحد الرجال وجاءوا له بمحمل، أبى أن يركب هذا المحمل إلا أن يجلس على الأرض، قال: منها خلقناكم، منها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذور صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الدياني، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت بالعصيان. يا رب، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامن علينا اليوم بغفران. حقيقة سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة الحسنية لا يوجد خليفة ولا ملك في دول الإسلام اتفق عليه الناس إلا عمر، وهذه منقبة إذا توقفنا عندها تكفيه. لم يختلف عليه فرق المسلمين ولا ساستهم ولا علماءهم، بل لم يختلف عليه أعداء الإسلام على عدله وشجاعته. دائما نتكلم عن زهد عمر، وحقا أن نقول
ليس بالزاهد الفقير، لكن الملك عندما يزهد هذا هو الزاهد. كيف كان يعيش في المجتمع؟ كان ملكا ومملكته إمبراطورية، لقب بالخليفة لما يملك من قبول ولما أدى من أخلاق الخلفاء الذين سبقوه. فلما أن وصلت إلى عمر أخذ هذه الوظيفة في مسألتين. الأولى أنه كان راعيا للعلم. كيف ذلك؟ كان يقول والله لأصحابه لئن أحمل القوم على العلم خير لي من صحبتهم. لما أريد أتكلم عن من هم طلابه، المجتمع الإسلامي في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز أصبحوا كلهم طلاب لسيدنا عمر، وهذه ما حصلت لا مع خليفة من قبل ولا مع عالم. وهذه مفارقة، يعني أن تأتي إلى رجل الناس كلها تتعلم وجوبا في زمانه فيقول لهم والله لئن أشرنا أو نشرنا سيرة المصطفى وسنته خير لنا، عليه الصلاة والسلام، خير لنا من أن أصاحبكم، والله إني لمفارقكم لأفضل. يتعجل العلم وينشره. فإن قلنا من هم طلابه، نقول المجتمع الإسلامي كله أصبح له طلبة. وإلى الآن نحن ننهل من علومه سياسيا، ننهل من علومه قانونا كيف كان يعدل، ننهل من علومه اجتماعيا دوليا كيف كانت علاقاته مع المجتمعات الأخرى. يعني لما يخرج الزكاة في زمن سيدنا عمر وقد فاض المال، فاض المال إلى من يخرجه؟ عمر يفتي أن يخرج هذا المال إلى فقراء النصارى في دولهم. وهذه حقيقة، لما أن زهد عمر بما تحت يده أعطاه الله الدنيا بما حوت، فلما فاضت عليه أفاضها على الخلق. فهذه مدرسة محمد صلى الله على محمد وآل محمد، ائتوني بمدرسة يخرج مثلها هكذا طلاب. كان يحكم أمة مترامية الأطراف، أمة لا تغيب عنها الشمس، إذا غابت عن مكان أشرقت في مكان آخر. كان يحكم 26 دولة. هذا الرجل كان طعامه ما هو؟ يأكل في الصباح عدسا ويأكل العدس في المساء، حتى اشتكى خدمه من كثرة العدس. هناك فرق أيها الأحبة، وهذه رسالة للأمة. هناك من همه خبزته، وهناك من همه أمته. هذا الرجل عاش لغيره، لم يعش لنفسه. هذا الرجل كان له وزير اسمه عمر بن مهاجر. في يوم من الأيام دخلت عليه بناته الصغيرات في العيد يبكين، ما لكم تبكين؟ فقلنا كل البنات يلبسون جديدا في العيد ونحن بنات أمير المؤمنين ثيابنا مرقعة. فوضع يديه في جيوبه لم يجد شيئا، أمير المؤمنين. ثم بكى لبكائهن. تأثر وزير المالية عمر بن مهاجر بهذا الموقف، فقال يا أمير المؤمنين نعطيك من مال المسلمين واردده إلينا بعد شهر من راتبك. فالتفت إليه أمير المؤمنين عمر، قال ويحك يا رجل، ويحك، أو تضمن لي أني سأعيش شهرا؟ ثم التفت إلى بناته وقال يا بناتي اذهبن مأجورات، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ومن مواقفه أنه كان يعني يضع الموت نصب عينيه في كل وقت وحين. قال يوما لابن مهاجر يا ابن مهاجر إذا رأيتني ضللت عن الطريق فخذ بمجامع ثوبي وهزني هزا شديدا وقل لي يا ابن عبد العزيز اتق الله فإنك ستموت. يا الله، أي رجل هذا؟ ومن مواقفه أنه قيل له ألا توصي شيئا من الأموال لأولادك؟ قال لا والله. قالوا لما؟ قال إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم ما يعينهم على معصية الله. كان له نفس تواقة، قالت كان يقول لي نفس تواقة ما تاقت إلي شيء إلا نالته، تاقت إلى الإمارة فأصبحت أميرا، ثم تاقت إلى الخلافة فأصبحت خليفة، ثم تاقت إلى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها،
والآن نفسي تتوق إلى الجنة ولا أرضى بغير الجنة بديلا. في آخر أيام حياته سمه، وضع له السم، فعرف من سمه من الخدم، فأرسل إليه: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أغروني بألف دينار. قال: أعطني الألف. وضعه لبيت مال المسلمين. قال: اذهب يا رجل لئلا يراك أحد فتهلك. سبحان الله. وقال في آخر حياته: يا ربي رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. عمر بن مقاتل بن سليمان سئل يوما لما دخل على المنصور يوم بويع بالخلافة، قال له المنصور: يا مقاتل عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بما رأيت. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد توفي عمر بن عبد العزيز وترك 11 ولدا وترك 18 دينارا لهم، كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة دنانير، وبقي 9 قسمت على أبنائه. وتوفي هشام بن عبد الملك وترك 11 ولدا أيضا وهو ابن عمه، وترك لكل واحد من أولاده 1000 1000، يعني مليون. ولقد رأيت يا أمير المؤمنين في يوم واحد أحد أبناء أمير المؤمنين عمر يتصدق بمئة فرس في سبيل الله، وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول الناس في الأسواق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تأملات في سورة المائدة. أحبابي، قبل أن ندخل في هذه السورة العظيمة يجب أن نمهد لها تمهيدا. فهذه السورة بنيت على محور عظيم، وهو محور الحلال والحرام. أيها الأحبة، لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثرة من هنا وهناك. وسر نجاح نبينا صلى الله عليه وسلم إنه استطاع أن يطبع العشرات من الآلاف من النسخ من هذا المنهج القرآني التربوي النبوي، لكنه بأبي وروحي ونفسي وكياني لم يطبعها على صحائف الأوراق أو على الكتب والمجلدات، إنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه. بماذا؟ بمداد من الهدى والتقى والعفاف والرشاد. فانطلق الصحب في دنيا الناس ليحولوا هذا المنهج القرآني التربوي إلى واقع عملي ومنهج حياة يتألق سموا وروعة وجلالا وجمالا وإبداعا إلى غير ذلك من المعاني الساميات. سورة المائدة في تسلسلها هي السورة الخامسة في القرآن الكريم، وهي السورة الوحيدة التي قال الله في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا. والعجيب أيها الأحبة أن هذه السورة اشتملت على 16 مرة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذه العبارة ذكرت في القرآن الكريم 88 مرة. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فارعوا أسماعكم، يعني انتبهوا، فإنه إما خير تؤمرون به وإما شر تنهون عنه. وهذه السورة أيها الأحبة هي من أواخر السور التي نزلت في المدينة، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه. يعني هذه السورة لم تنسخ، فهي من أواخر ما أنزل. إذا وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
وهذه الصورة أيها الأحبة لما جاءت في الخامسة من القرآن الكريم في الترتيب الخامس لم يعني تأتي يعني هكذا، وإنما جاءت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. في سورة البقرة وضح الله وبين المنهج أول سورة، ثم في سورة آل عمران بين الله وقال لك أثبت على هذا المنهج، وفي سورة النساء قال الله لك بالمعنى إذا أردت أن تثبت على هذا المنهج فعليك بالعدل وإياك إياك من الظلم، وفي سورة المائدة قال الله استقم على هذا الأمر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم الطيبات أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني بنيت أساسا على الحلال، أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم هذه الصورة قد اشتملت أيها الأحبة على مقاصد الشريعة الإسلامية، وما هي مقاصدها؟ مقاصد الشريعة الإسلامية أيها الأحبة حفظ الدين من يرتد منكم عن دينه، حفظ النفس من قتل نفسا بغير نفس، حفظ المال والسارق والسارقة، حفظ العقل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه كلها أيضا حفظ العرض، وهذا مقصد يعني من مقاصد الإسلام، محصنين غير متخذي أخدان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذه كلها مقاصد الشريعة. ثم نأتي إلى ختام هذه الصورة أيها الأحبة، نسأل الله جل في علاه أيها الأحبة أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شيخنا عبد الحميد الله يحفظك، يعني توجد عندكم إحصائية بعدد العلماء الذين تخرجوا من هذه المدرسة المباركة؟ على علمي أكثر من 80 شخص ماخذين الإجازة العلمية، من ضمنهم من تركيا ومن إيران ومن الأكراد ومن العرب ومن التركمان. أنا على علمي كنت طفل صف أول ابتدائي، من يخلصون الدراسة العلمية عند المرحوم والدي يقول أدبا أني ما أقدر أنطي الإجازة بما أنه أستاذي باقي، يروح مع الطالب يروح يم الأستاذ ماله يقول أنا أجيزة بس أنت توقع الإجازة، أنا أجيزة أنت توقع الإجازة، لما أنت موجود أنا ما أقدر أن أوقع الإجازة بدونك. وهكذا حاليا هسه في شغلة ثلاثة أربعة موجودين، يعني من ضمنهم ملا عثمان وملا عبد العزيز موجودين، وموجودين في أربيل وفي كركوك موجودين، بعدهم باقين من السيد جلال موجود هسه رئيس اتحاد علماء كركوك، هو أيضا من طلابه موجودين عدد هواية، باقين من عدهم أعتقد بحدود الهسة بحدود 20 واحد أقدر أعدهم، بعدهم على قيد الحياة، أما البقية المتوفين أذكرهم موجودين. الدارسين كثيرين جدا، الدارسين بدون إجازة كثيرين، يعني أربع خمس سنوات دارسين يمه لكنه ما ماخذين الإجازة، من ضمن اللي ماخذ الإجازة قلت لك دكتور خالد، فأكو ناس هواية ماخذين إجازة. المجازين هل يتواصلون مع المدرسة؟ نعم يجون يخابرون، يعني عندي تليفونات معهم ويجون ويزورون على طول، خصوصا من المناسبات، من المناسبات يعني إذا أكو فاتحة في أربيل جماعة شقلة وجماعة ديانة ورواندوز من يجون قبل ما يجون يمي يروحون على القبر يقرون فاتحة ويجون يقعدون هنا، مو وفاهم مو بس إلي، وفاهم للقبر، يروحون على المرحوم اللي قبل ما يجون للغرفة، مثل ما جانا كنت شرفتونا ورحنا هناك أيضا، يجون يروحون ويرجعون للغرفة. نعم موجود. هذه صورة الشيخ، هذه صورة المرحوم والدي اللي ما شافوه هذا الشيخ. نعم بس يا شيخي أقول لك والدي كان عنده سخاء بشكل حد جميل فديوم قال للبابا احنا بالقرية كنا وهسه هنايا، يقول احنا بالقرية وكنا هنايا وبشقلاوة، بالقرية ما كان اكو فواكه شيء،
من اللي يجي من كركوك يجيب ويا رمان يجيب ويا هدية يخليه بالبيت. بعد ما قعد أبوي يقول عبد الحميد روح جيب لنا الفاكهة، ما يبقى لنا احنا ناكل. أبوي قال له جميل انت شدة تحكي، لو ما أنا عالم والله لأقول إذا أكو أكل بالبيت أنتوا تأكلوا حرام لما يجيني الضيوف، عليكم حرام من تأكلوا، بس أنا عالم ديني ما أقدر أقول لكم حرام. أتمنى الكل ما موجود بالبيت الضيوف يأكلوا، من أنتوا تأكلوا أعتبره حرام، بس للضيوف أعتبره حلال. هكذا كان سخاء. ما يوم من الأيام أنا شفته بعمري يصلي لوحده، يقعدنا من النوم ماكو قوة إذا ماكو كلش أمي تقتدي بي بالبيت، إذا كان أكو يوم مطر ما يروح للجامع. وما شفته يوم من الأيام يأكل لوحده يدز على الطلاب، وكان أكله كلش قليل. نهار الصبح يأكل بيضة واحدة شوية فلفل أسود وبيض، يدز على الطالب يقول روح جيب لي الطالب. يجي الطالب يكسر البيض يسوي وصلتين، يخلي الوصلة نص قرصة خبز، يقول له طالب أنت أكله ونص لك أنا أكله، يقسم البيض إلى والطالب. قلت له بابا ليش ما تأكل لوحدك؟ قال ابني أقول لك جملة واحدة بخوة ما تزعل. قال تكرمون بس الزمال والهايشة يخلي العلي جمالته ويأكل بيه لوحده، البشر ما يأكل لوحده لازم يأكل مع الجماعة. هذا الكلام اللي قال ياه، كل ما أنا أريد أكل جيراني أتمنى أنه يجي واحد وياه يأكل، لأنه لا أعيش منه التعليق ماله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. في ظل هذه الحياة متلاطمة الأمواج حيث الفتن والآلام والآهات، أتذكر تلك المقولة التي أخذت من قلبي حيزا، وهو تذكر دائما أنه لا أحد ألطف بك من الله، تذكر أنه لا أحد ألطف بك من الله. وأنت تقلب صفحات كتاب الله جل وعلا تجد أن الله جل وعلا كم هو لطيف بعباده، حيث قال الله جل وعلا في سورة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء. ومن لطف الله جل وعلا بالمؤمنين وأنت تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السيرة العطرة التي هاجر فيها مع أبي بكر الصديق، ولما دخل الغار وجاءت قريش عند الغار وجعل أبو بكر يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، قال يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا، لكن لطف الله جل وعلا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صاحبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فلطف الله جل وعلا بها بالعباد. وحينما نقرأ يونس هذا النبي الصالح حينما خرج من قومه والتقمه الحوت بأمر من الله جل وعلا، انظر إلى لطف الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا فالتقمه الحوت، ثم بعد ذاك يونس في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر، في ظلمة الحوت، في ظلمة معدة الحوت، لكن لطف الله جل وعلا هنالك معه، حيث قال الله جل وعلا كان من المسبحين، كان من المسبحين. فهذا من لطف الله جل وعلا أن يجعلك تذكر ويكون لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. حين ذاك نادى في الظلمات، انظر إلى لطف الله جل وعلا بيونس بعباده المؤمنين، نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله جل وعلا؟ بلطفه فأنجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه ليس يونس ليونس فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما لكل مؤمن حينما قال الله وكذلك ننجي المؤمنين. فاعلم أيها الحبيب
كم هو لطف الله جل وعلا بك وبي. علينا أن نستشعر لطف الله جل وعلا، وأنت تقلب صفحات كتاب الله جل وعلا كم من الآيات التي تتحدث عن لطف الله جل وعلا بعباده، حينما يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لطف الله جل وعلا أنه يعفو عن كثير. فلهذا أيها الحبيب، عش مع الله جل وعلا، مع آيات الله جل وعلا، مع كتاب الله جل وعلا في هذه الحياة. مهما أصابك، إذا أسدلت عليك الستور، إذا أسدلت عليك الستور وأغلقت عليك الأبواب وضاقت عليك الأرض بما رحبت، تذكر أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، تذكر لطف الله جل وعلا بك وأنت في رحم أمك. كم هو لطيف بك، كم هو رحيم. فالله جل وعلا أرحم الراحمين وألطف بك من أمك بأبيك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا أستاذ كنعان. شلون صحتك شيخ؟ الله يحفظك. أستاذي، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ماذا تتوقع أن ينصحك؟ والله أنا أحتاج إلى الكثير من النصائح ومن كل ناصح، وأنا أعتقد كل مسلم أو كل إنسان يحتاج إلى ذلك، لكن أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سينصحني في كثير من الأمور، ومنها أن لا أغفل عن الآخرة. نعم، ينشغل الإنسان في الدنيا، أما أن ينسى الآخرة فهذا خلل كبير. وكذلك أن لا أغفل أن الله سبحانه وتعالى خلقني في هذه الحياة لغاية، ولم يخلقني عبثا هكذا ويتركني هملا، إنما أنا خلقت لغاية ولرسالة. هذه الرسالة الإلهية شرفني الله تعالى بها، وهي رسالة الأنبياء، رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نحن أتباع المصطفى، علينا أن ننتبه. البعض ينشغل في هذه الحياة وفي المشاكل العائلية، وهذا شيء لا بأس به، وكلكم راع وكلكم. أما أن ينشغل بحيث ينسى الآخرة التي هي أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، فهذا خلل كبير جدا. ولذلك أنا أتوقع أن ينصحني المصطفى هذه النصيحة، وأنا فعلا يجب أن أقف عندها وأعيد النظر بأن أتذكر الآخرة دائما وأبدا، وأتذكر الموت أنه سيكون معي في أي لحظة من الوقت. هاي مسألة مهمة. البعض حقيقة نسي الآخرة ونسي الموت بانشغاله من الحياة، فأنا أتوقع هذه النصيحة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعيني على الأخذ بها والانتباه إلى الآخرة التي هي دار القرار، دار الخلود في الجنة إن شاء الله تعالى برحمته تعالى. نعم. وأنا أيضا أكرر السؤال على جنابك: إذا رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام، فماذا تتوقع أن ينصحك فيما يخصك شخصيا؟ والله أستاذ، يعني أولا أشتاق لأراه في المنام، هاي أولا جدا أشتاق لذلك. وثانيا أنا دخلت مضمار لا أحسد عليه، وما ذلك إلا من فضل الله، إلا هو مضمار الفتوى. مضمار الفتوى بعض الأحيان إنسان له مزاجات خاصة وله يعني انطباع خاص، بعض الأحيان ربما يكون هناك تسرع في الفتوى، والفتوى والتسرع فيها مشكلة. يعني لا سامح الله، ربما نحن في هذا المضمار نلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، نعطي فتوى بالخطأ أو على طريقة العجالة، يعني هذه فيها إثم وحساب. يعني ولهذا أنا لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتوقع ينصحني ألا أستعجل في الفتوى. يعني لماذا؟ لأننا نختلط مع الشباب ومع البنات ومع الناس ومع المجتمع، ويسألوننا بكثرة فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله، إن كان على التواصل الاجتماعي، إن كان على الهاتف الخاص، إن كان زيارات في البيوت، الناس تبحث. المشكلة أستاذي عند الناس
هو يريد فتوى لا علاقة له، تبقى أنت المفتي أو أنا من يفتي، أنت تعطيه الفتوى بما تراه صحيحا وفق الكتاب والسنة وما ذهب إليه العلماء موقعا لله. هو يأخذ الفتوى إن كانت صوابا أو كانت خطأ، بس تبقى إن كانت خطأ، إن كانت خطأ فالإثم عليه. ولهذا أنا دائما في نهاية النهار أستغفر الله سبحانه وتعالى لما أقوله في النهار، يعني إن كان تواصل، إن كان جواب، إن كان فتوى، وإن كان يعني غير ذلك. فدائما أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أعاتب، ألا أعاتب يوم القيامة، ولا أعاتب من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم على فتوى تسرعت فيها. نعم إن شاء الله، نسأل الله يوفقك. جزاكم الله خير شيخ. والمجتهد إذا أخطأ وأصاب نسأل الله العافية، هو مصيب وهو مأجور إن شاء الله. نسأل الله العافية. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة السبعة، أحبه أبوه حبا شديدا حتى لاموه في ذلك، فقال: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. الإمام سالم كان متواضعا حتى أنه بعد أن يفرغ من طلاب العلم يذهب إلى بستان له يعمل فيه، وكان محبا لأولاده بشوشا معهم، كان يمازحهم ويلاعبهم ويضربهم بطرف ثوبه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحب بناته حبا شديدا، وكان يستأنس بهن، وكثيرا ما يخرج معهن إلى النزهة. هذا هو الإمام سالم، وكان في ذلك قدوة، وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستأنس بالبنات، وكثيرا ما يذهب إلى بناته ويجلس عندهن، فتمشط إحداهن له شعره ويتحدث معها: كيف حالها؟ وهل هي سعيدة مع زوجها؟ فيقول: أي بنية، كيف هو ابن عمك؟ وكل هذا جاء به الإسلام، وإلا فإن العرب في الجاهلية لم يكونوا يحسبوا للبنت حسابا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء شيئا، حتى نزل بهن ما نزل، وقسم الله لهن ما قسم. سالم بن عبد الله كان دائما يصطحب بناته معه خارج المدينة إلى التنزه، وكان عنده بستان في أطراف المدينة. بينما خرج سالم رآه رجل يسمى أشعب، وأشعب هذا هو رجل طماع يحب الأكل، ولكن الإمام سالم كان يحبه حبا شديدا، لأن أشعب كان في شخصيته ظرافة، فكان الإمام سالم يستظرفه ويحب الجلوس معه دائما. فسأل أشعب: إلى أين يتجه الإمام سالم وبناته؟ قالوا له: إلى بستان لهم في أطراف المدينة، وكان الوقت وقت نضوج الثمار، فلم يفوت أشعب هذه الفرصة، لحق بهم. ولما وصل إلى باب البستان وجد الباب مقفل. ماذا فعل أشعب؟ تسور الحائط، ولما تسور الحائط قفز، وإذا هو في وسط جلسة البنات، فصاحت البنات. فالتفت الإمام سالم، قال له: ويحك يا أشعب، ماذا فعلت؟ قال له: يا إمام، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فضحك الإمام سالم منه، وأعطاه من الثمار، وحمله إلى أهله، فرضي الله عن الإمام سالم وأرضاه، وعن جميع التابعين. ولد الغافقي في اليمن، وهاجر مع الفتوحات إلى بلاد الأندلس، واتصل بالقائد موسى بن نصير رحمه الله تعالى. يعني الهدايات القرآنية في سورة الفجر من البداية أن الله سبحانه وتعالى يقسم بمظاهر كونية،
ومن هذه السنن الكونية تنتقل إلى سنن الله سبحانه وتعالى، ليس في الكون وإنما في الاجتماع. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إلى آخره. قول ابن الجوزي هذا تسلية كذلك حتى لأصحاب الذنوب من أصحاب الأعمال الذين لهم همم وطموح وعمل، لكن أحيانا يقع في الذنوب ويسقط، ولكل جواد كبوة ولكل صاعد هبوط، وكل ابن آدم خطاء. قال له شيخنا أكل ودق، فإيش قال هذا العربي؟ قال له هو الدبر ضرب بطنه، هو الدبر وهو الحكم، بعدين لا تكثر اللقم ترى تتقطع الدقم. في الملتقى في الملتقى.